ايه الاطباق العره دي؟ انا لازم ادلع نفسي قدام لوش يعني. هجيب اطباق منين؟ هيحصل ايه يعني؟ انا كنت بنظف النيش اصل كان مليان تراب، ده الحاجه دابت من كتر الركنه يا لولو. خمس طبق تكسرهولي من يوم ما اتجوزنا، الطقم الصيني بتاعي باظ، اسيب لك البيت وامشي؟ ايه الجنان ده يا لولو؟ انت بتهدي الطبق اللي كسرتها كمان، انا اللي همشي. انت لسه قاعده بتندبي يا لولو؟ مش عارفه لزق. انت عارف الطقم ده من 10 سنين كان ب20,000، شوف دلوقتي بكام. عايزة ايه يعني يا لولو؟ انا عايزة طقم تاني ماليش فيه. يا لولو ايوه عايز ايه؟ ايه ده؟ جبتلك يا ست طقم اطباق من كنشنوف، ومش طقم واحد، اتنين ما شاء الله. طب وسع كده بس عشان اشوفهم. عندك عندك على شرط، انا جبتلك مانجا وكنافة، وهتعملي لنا كنافة من المانجا وهناكل في الطباق الجديدة ولا الحوجة لاطباقك. وانا موافقة، هاتهم ورايا على المطبخ وعشر دقايق هتكون اتعملت. خد يا محمد حطها في الفرن بقى قبل ما اغسل الطباق. ماشي، وانا طلعت لك الطباق اهي كلها. يعني ده يا محمد لو وقع ما يتكسرش؟ يتكسر؟ انت فاكره السر بتاعك؟ اعمل لك تجربه قدامك دلوقتي. بصي ايه ده بجد ما اتكسرش، ده حلو قوي هينفعني موت مع العيال. خد انت بقى نشف الطباق عشان الحق اعمل الكريم. انا لازم تتابل واحد وخلاص. وسع وسع، كنا خلصت يا لولو. ايوه كده احمرت اهي، هحط بس الشربات ونغرفهم على طول. هاكل في اي طبق؟ انا هاكل في الاسود ده، وانت يا لولو خدي اللون الجميل ده. نختار اكبر طبق. حاضر يا سيدي. حط انت بقى المانجا على الطبق دي يا محمد. عينيا يا لولو بلعبتي. يا بابا انت هتاكلها قبل ما نحطها على الكنافه؟ لا طبعا، كنت بشوفها حادقه ولا مسكره. عبال ما تشوفها حادقه ولا مسكره تكون خلصت. بس حلوه الطباق دي، انا بفكر اغسلهم وعينهم في كراتينهم عشان جهاز العيال. ايه رايك يا محمد؟ يا عيني لمين يا ماما؟ ده على جثتي. يو هما ليا، دول لعيالك يا راجل. لولو ما تعكنيش عليا وسيبيني اكل بمزاج. هات الصينيه دي كده. والله كان نفسي فيكي من زمان. بسم الله. هالطبق بقى اما دوق. تدوقي إيه؟ يعني خليتيني اجيب ده كله وخسرتيني طقمين وعايزه تدوقي إيه؟ ده بعينك. طفلة طول عمرك كان نفسي فيها، بس مش مشكله فادت طقمين.